نشرة الأخبار من قناة النبا، والبداية بأبرز العناوين. الإمارات تجند شبانا تشاديين مقيمين بصبها للمشاركة في حرب اليمن. الرئاسي المقترح يكلف عبد السلام عاشور بمهام وزير الداخلية خلفا للوزير المفوض العارف الخوجة. فرنسا تدعو المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده لعقد مؤتمر دولي من أجل ليبيا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى التفاصيل. اتهم الناشط الحقوقي التشادي شريف جاكو دولة الإمارات بتجنيد أكثر من 150 شابا تشاديا مقيمين بصبها بغرض نقلهم للمشاركة في حرب اليمن. وأكد جاكو لصحيفة هافينغتون بوست عربيا الإمارات وعبر وكلاء من رجال الأعمال الأفارقة المقيمين بالخليج جندت شبابا يتحدثون العربية بطلاقة وملامحهم تشبه إلى حد كبير ملامح الإماراتيين. وذكرت الصحيفة أن المرتبات المعروضة تتراوح ما بين 900 دولار و 3000 إضافة إلى حصولهم على الجنسية الإماراتية مقابل عروض عمل في شركات أمنية إماراتية. في شأن آخر، كلف المجلس الرئاسي المقترح وكيل وزارة الداخلية عبد السلام عاشور بمهام وزير الداخلية خلفا للوزير العارف الخوجة. ويأتي القرار بعد اجتماع مجلس وزراء الحكومة المقترحة قبل يومين. تعد هذه المرة الأولى التي يقوم فيها المجلس بإعفاء وزير من حكومته التي تضم 18 وزيرا يسيرون شؤون البلاد بتفويض مؤقت لعدم حصولهم على الثقة من مجلس النواب حتى الآن. كان المجلس الرئاسي أعلن في يناير الماضي أنه يعتزم إجراء تعديل وزاري مع توسيع الحكومة لمواجهة التحديات الأمنية والأزمات المالية والاقتصادية بالبلاد. أعفي أمير القوات الخاصة ونيس بوخمادة من مهامه رئيسا لغرفة العمليات الأمنية المركزية ببنغازي. ووفقا لما نقلته قناة ليبيا الحدث الموالية لميليشيات الكرامة، فإن قرارا صدر بإعادة تشكيل الغرفة لتكون بإمرة الحاكم العسكري عبد الرزاق الناظوري ومديري الأجهزة الأمنية الأخرى في بنغازي. يشار إلى أن بنغازي شهدت المدة الماضية عدة تفجيرات أودت بحياة العشرات من المواطنين. هذا وأعلنت غرفة العمليات الأمنية المركزية ببنغازي منع إقامة سوق الجمعة في المدينة اليوم لدواع أمنية وفقا لما نقلته قناة الحدث الموالية لميليشيات الكرامة. يشار إلى أن بنغازي تشهد منذ أشهر توترا أمنيا تمثل في تفجيرات بسيارات مفخخة استهدفت مساجد وأماكن عامة، إضافة إلى تنافس ميليشيات الكرامة فيما بينها على السيطرة على المدينة. وفي بنغازي أيضا رصدت كاميرا النبأ بالمدينة حالة من الازدحام الشديد على المصارف في المدينة بعد الإعلان عن توفر السيولة لمرتبات شهر يناير التي تأخرت إلى منتصف شهر فبراير. كما رصدت الكاميرا وجود سيارات عسكرية في التجمعات أمام المصارف تخوفا من أعمال شغب. وتشهد بنغازي حالة من التذمر لدى المواطنين بسبب استمرار نقص السيولة إضافة إلى استياء الحالة الأمنية فيها وكثرة حالات السطو المسلح والاختطاف. We'll be right back.
طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا بالتحقيق مع المتورطين في جرائم محتملة ضد الإنسانية ضد أهل تاورغا كجزء من جهودها المتواصلة للتصدي للانتهاكات الجسيمة الجارية في ليبيا. قالت المنظمة في تقرير لها إن الجماعات المسلحة والسلطات المدنية بمصراتة تمنع عودة الآلاف المهجرين من أهالي تاورغا إلى بلدتهم بعد 7 سنوات من نزوحهم القسري. ووصفت المنظمة منع 40,000 نازح من العودة قسرا بالعمل القاسي الدال على الانتقام. وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة سارالي ويستون إنه من المسيء أن يستخدم العنف لمحاولة تخريب اتفاق جرى التفاوض عليه منذ فترة طويلة بعد قبولها حزمة تعويضات سخية بحسب تعبيرها. بحث وزير الدولة المفوض لشؤون النازحين والمهجرين بالحكومة المقترحة يوسف جلالة مع وفد من الأمم المتحدة الأوضاع الإنسانية في ليبيا. وناقش المجتمعون بحسب ما نشرته إدارة التواصل والإعلام بالمجلس الرئاسي المقترح أزمات النازحين في الداخل والمهجرين في الخارج، إضافة إلى عودة أهالي تاورغا إلى مدينتهم. عبر الوفد الأممي عن قلقه حول الوضع الإنساني في جرار القطف وهراوة والظروف الصعبة التي تواجه نازحي تاورغا، مؤكدين ضرورة توفير الدعم الإنساني في حال توفير الظروف الأمنية المناسبة. نظمت الجاليات الليبية المقيمة بالخارج حملات توعوية حول أهمية مشاركة المواطنين في الانتخابات المرتقبة. قالت المفوضية عبر صفحتها على فيسبوك إن الحملات تهدف إلى حث المواطنين على التسجيل في الانتخابات. ووزعت خلال هذه الحملات نشرات توضح طريقة تسجيل المواطنين عبر المنظومة المخصصة للليبيين المقيمين بالخارج. تتوالى الدعوات للإسراع في إصدار قانون الاستفتاء على الدستور بعدما قضت المحكمة العليا بعدم اختصاص القضاء الإداري بقبول الطعن فيه. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. يلتقط مشروع الدستور أنفاسه مجددا بعد فترة قضاها بين أدراج المحاكم والقضاء. المحكمة العليا تحكم بعدم اختصاص محكمة البيضاء بالنظر في مشروع الدستور. إذن ما صدر عن المحكمة الإدارية ببطلان مشروع دستور الوليد هو في حكم العدم قانونيا بحسب عضو الهيئة نادي عمران. العودة إلى الإعلان الدستوري، هذا ما كان سيحصل في حال قبول الطعن، وهذا ما يؤكده أعضاء مؤيدون للذهاب إلى التصويت على مسودة المشروع. حكم العليا دفع برئيس الهيئة التأسيسية نوح عبد السيد إلى مطالبة مجلس النواب بالإسراع في إصدار قانون الاستفتاء على الدستور، وذلك بعد دعوات مشابهة من المجلس الأعلى للدولة للإسراع بالاستفتاء على الدستور قبل التوجه للانتخابات. منذ إصدار قانون انتخاب اللجنة التأسيسية وما تعرف بلجنة الستين وما صاحبه من جدل، وخلال 4 سنوات شهدت فيها جلسات الهيئة مقاطعات ونقاشات مطولة حول ما ستتضمنه مواد هذا الدستور، أفضت إلى ما هو أطول بكثير من المدة المحددة لإصدار المسودة. وأمام هذا الوقت الطويل تحول الاهتمام الأساسي من ماهية الدستور إلى انتظار قدومه، على صدور هذا الدستور يلجم الفوضى السياسية وينظم السلطات التشريعية والتنفيذية قبل أي استحقاقات انتخابية مقبلة. انطلقت في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس فعاليات الاحتفالات بالذكرى 7 لثورة 17 فبراير. وشهد ميدان الشهداء سهرة غنائية أحيتها فرقة الفنان الراحل حسن عريبي للمالوف والموشحات الدينية بحضور جماهيري استمع خلالها لعدد من الموشحات والوصلات الغنائية لفن المالوف. كانت مظاهر الاستعدادات بدأت بين المواطنين في وقت سابق بتزيين الميدان ورفع أعلام الاستقلال تمهيدا لانطلاق الاحتفالات حسب الموعد المحدد لها.
كما نظم بميدان الشهداء في العاصمة طرابلس استعراض موسيقي ضمن فعاليات أحياء الذكرى السابعة لثورة فبراير. أكد عميد بلدية أبو سليم عبد الرحمن الحامدي ضرورة العمل من أجل إعادة بناء الدولة من خلال تكاثف الجهود الرسمية والشعبية. وهنأ الحامدي الليبيين بالمناسبة متمنيا أن تكون السنة خير على الجميع. أعلن نائب رئيس المجلس الرئاسي المقترح أحمد معتيق أن البعثة الأممية للدعم في ليبيا بدأت عملها فعليا من مقرها في العاصمة طرابلس. معتيق وخلال اجتماعه مع نائبة رئيس البعثة ماريا دوفالي ريبيرو ذكر على حسابه الشخصي بفيسبوك أن المسؤولة الأممية أبلغته بذلك، مؤكدة أن المجتمع الدولي يسعى للمساهمة في تنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية التي أطلقت أخيرا. وأضاف معتيق أن عودة البعثة للعمل من مقرها في طرابلس سيسهم في دعم عمل الحكومة المقترحة وإنجازها بصورة أسرع. قدمت الحكومة الألمانية 18 مليون يورو لتعزيز حماية الحدود الليبية التونسية ضد من وصفتهم بالإرهابيين. وستخصص المساعدات وفقا لما نقله موقع دوتشي فيلا عن صحيفة سايتونغ الخميس لإنشاء أنظمة إلكترونية لمراقبة الحدود ومراكز مراقبة جديدة في عمق الصحراء. وأضافت الصحيفة أن الهدف من هذه الخطة توسيع نظام المراقبة التي أنشأته الولايات المتحدة على الحدود الليبية ليمتد إلى غاية برج الخضرة بمنطقة تطاوين التونسية الواقعة على الحدود الليبية الجزائرية. دعت فرنسا المجتمع الدولي إلى ما أسمته بمضاعفة الجهود لعقد مؤتمر دولي من أجل ليبيا في أقرب وقت وإجراء انتخابات عامة في البلاد خلال العام الجاري. وجددت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لها الخميس تأييدها للخارطة الأممية لحل الأزمة الليبية ووقوفها إلى جانب الليبيين لترسيخ مؤسسات الدولة وتوحيد الجيش تحت السلطة المدنية. كما أثنت فرنسا على الاهتمام الذي يبديه الليبيون لتسجيل أسمائهم في السجل الانتخابي وتجاوزه 2,300,000 ناخب. أفادت مصادر في رئاسة الوزراء الإيطالية بأن رئيس الحكومة باولو جانتيلوني دعا خلال لقائه مع وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس إلى مزيد من المشاركة السياسية والاقتصادية من جانب واشنطن لتحقيق الاستقرار في ليبيا. نقلت وكالة أكي الإيطالية عن المصدر قوله إن روما تعتبر تحقيق الاستقرار بليبيا أمرا حاسما لمواجهة الوجود الجهادي في البلاد ومهربي البشر. مشاهدينا الكرام، هذه النشرة مستمرة وتتابعون فيها بعد قليل. قطاع التعليم في الزيط يعاني صعوبات كبيرة بسبب تعثر مشاريع بناء المدارس المتضررة إبان حرب التحرير.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. في ملف الهجرة، أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنها أجلت أكثر من 1000 لاجئ من المستضعفين كحالات هشة في ليبيا منذ شهر نوفمبر الماضي. أكدت المفوضية عبر موقعها الرسمي سعيها لإيجاد حلول دائمة للمرحلين في بلدان ثالثة. قال مبعوث المفوضية الخاص بشؤون اللاجئين في البحر المتوسط إن عمليات الإجلاء وفرت فرص حياة جديدة لأكثر من 1000 لاجئ احتجزوا في ليبيا. إلى ذلك، قالت وزارة الداخلية الإيطالية أن 150 مهاجرا غير شرعي مقيمون في ليبيا في ظروف صعبة مكنتهم بعثة إنسانية إيطالية من الانتقال إلى إيطاليا والتمتع بشروط قبولهم كلاجئين. حسب بيان للداخلية الإيطالية الذي نقلته وكالة أكي، فإن المهاجرين الذين جرى نقلهم بالفعل إلى إيطاليا هم من جنسيات أريترية وصومالية وأثيوبية، جرى اختيارهم من مراكز اللواء الليبية مباشرة. هذا وقال جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية طرابلس إنه يتابع كل المستجدات المتعلقة بحادثة انقلاب الشاحنة التي كانت تقل مهاجرين غير شرعيين قادمين من منطقة بني وليد جنوب شرق العاصمة طرابلس. المزيد في سياق التقرير التالي فلنتابع. مآسي المهاجرين غير الشرعيين داخل ليبيا تعود للواجهة من جديد، وهذه المرة ربما تكون أكثر مرارة وقساوة، فبعد هروبهم من مآلهم المجهول كان الموت حليف بعضهم، لكن بعيدا عن المتوسط. لم يكن في حسبان هؤلاء المهاجرين أن يواجهوا الموت بسبب انقلاب شاحنة بين منطقتي المردوم وقرارة القطف قرب بني وليد كانت تقلهم لمراكز الإيواء، والحصيلة وفاة 19 شخصا وإصابة 54 آخرين بينهم حالات حرجة. وفي آخر تطورات الحادثة، أعلن رئيس المجلس المحلي بني وليد للنبأ أن مستشفى المدينة استقبل 5 أطباء مختصين في الطب الشرعي لتشريح الجثث. المستشفى استقبل أيضا حالات عدة عقب الحادثة، وظل حوالي 10 مهاجرين يقبعون داخله لتلقي العلاج رغم ضعف الإمكانيات. فيما أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية طرابلس وصول 28 مصابا إلى المركز لإيوائهم. جرى تحويل الحالات الخطيرة منهم إلى المستشفى المركزي ومستشفى حوادث أبو سليم. اختلف المكان لكن المصير واحد. لم يصلوا حتى إلى شواطئ ليبيا لامتطاء قوارب الموت. حاولوا عبور المتوسط فكان مصيرهم المستشفى. تتوالى مآسيهم وتظل حوادثهم النقطة السوداء في ليبيا بسبب الفراغ الأمني وجشع المهربين، رغم التنديدات الدولية وتصنيف الاتجار بالبشر جريمة ضد الإنسانية. طالبت قوة الردع الخاصة على لسان الناطق باسمها أحمد بن سالم، طلب السلطات التونسية باستكمال تسلم بقية المحتجزين لدى القوة من أبناء العائلات التابعة لعناصر تنظيم الدولة. التفاصيل في التقرير التالي. كلما توارى عن الأنظار يعود تنظيم الدولة ليتصدر الأحداث بطريقة أو بأخرى. التنظيم المندحر من سرت أثار الكثير من التساؤلات حول مصير أسر قتلاه، خاصة الأجانب منهم الذين تركوا عائلاتهم في ليبيا. تقارير عدة تناولت الحدث وكشفت عن استغلال أطفال ونساء القتلى للمحاربة في صفوف تنظيم الدولة أو تكليفهم بمهام معينة. في تونس العاصمة وعلى طاولة الحوار بمقر جمعية إنقاذ التونسيين العالقين بالخارج، طرح ملف الأطفال العالقين في ليبيا ممن فقدوا عائلاتهم التي كانت تقاتل في صفوف التنظيم. زوجة أحد عناصر أفراد تنظيم الدولة الإسلامية وها قتل، والآن مازال في ثلاجة سنة كاملة، حتى جثة يعني مش حتى تقبلها ولا تطالب بها ولا تخلي تعطي إذن أنهم يدفنوها، لا تقبلها هي. ملف عودة الأهالي المحتجزين في ليبيا مطلب أكدته قوة الردع الخاصة على لسان ناطقها
أحمد بن سالم الذي دعا السلطات التونسية إلى استكمال إجراءات تسلم بقية المحتجزين لدى القوة. 14 امرأة و22 طفلا هو مجموع العائلات المحتجزة في ليبيا، فضلاً عن 70 جثة تعود أغلبها لتونسيين من تنظيم الدولة. أرقام كشفت عنها الجمعية المنظمة للندوة وأكدت أن عدم جدية الحكومة التونسية وتراخيها عن حماية حدودها سهل عملية انتقال العناصر المتشددة إلى ليبيا، ويبقى ملف العائلات التونسية عالقاً ما لم تتخذ السلطات خطوات فعلية لاستعادة النساء والأطفال المحتجزين في ليبيا. يعاني قطاع التربية والتعليم في مدينة زليطن صعوبات كثيرة نتيجة عن تعثر مشاريع بناء المدارس المتضررة إبان حرب التحرير. التقرير التالي يرصد حجم هذه المعاناة. بين المقابر والأضرحة المهدمة يمضي تلاميذ مدرسة الجمعة المركزية في مدينة زليطن يومهم الدراسي. منارة سيدي صالح القرآنية المطلة على أكبر مقابر المدينة تحولت إلى مدرسة بديلة يأمها أكثر من 300 طالب منذ استهداف مدرستهم إبان حرب التحرير عام 2011. نحن موجودون في مقبرة وليس في مدرسة. الحقيقة أن المدرسة تعاني من جميع الظروف القاهرة. الطلبة يفتقرون المقاعد، يفتقرون الفصول، يفتقرون المعامل، يفتقرون معمل الحاسوب، معمل العلوم، معمل التقنية. في الحقيقة المدير يعاني، المدرسين يعانوا، الطلبة في حالة نفسية لا يرتى لها. 7 مدارس استهدفت بشكل مباشر واستحالت ركاما بعد أن تحولت لسكنات حربية ومراكز تجنيد لكتائب القذافي في حينها. إجراءات سريعة اتخذتها الحكومات المتعاقبة لإعادة بناء هذه المدارس، إلا أنها سرعان ما تعثرت بسبب عوائق مالية وإدارية مختلفة لتستمر الأزمة على حالها، مما اضطر القائمين على مكتب التربية والتعليم بمدينة زليطن للبحث عن حلول بديلة. هنا في مدرسة سكينة يحضر التلاميذ للتعلم رغم افتقارها لأدنى المقومات الفنية والصحية. رغم أن إدارة مشروعات التعليم درنا محاولات مع الشركات، مناشدات للشركات، مناشدات للجهات المختصة على أساس أن نحلحلوا على الموضوع ونفعلوهن، والطلبة بدل من يقروا تحت صفيح ويقروا في مدارس بالمجهود الذاتي نبون نكملوهن، لكن للأسف الشديد لحد هاللحظة ما في المشاريع متوقفة. زليطن ورغم كل الوعود والمبادرات المبذولة داخل المدينة لتعجيل استكمال المدارس الواقعة تحت الإنشاء، إلا أنها دائما ما تصطدم بالواقع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد ويلقي بظلاله الثقيلة على تلاميذ زليطن المجبرين على التكيف مع واقعهم حتى حين. بهكذا نصل وإياكم مشاهدينا إلى ختام هذه النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. الإمارات تجند شبانا تشاديين مقيمين بسبها للمشاركة في حرب اليمن. الرئاسي المقترح يكلف عبد السلام عاشور بمهام وزير الداخلية خلفا للوزير المفوض العارف الخوجة. فرنسا تدعو المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده لعقد مؤتمر دولي من أجل ليبيا. كما تابعتم أيضا، قطاع التعليم في زليطن يعاني صعوبات كبيرة بسبب تعثر مشاريع بناء المدارس المتضررة إبان حرب التحرير. لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة موقع القناة نبا.تي في، كذلك صفحة القناة على فيسبوك، تويتر وتليجرام. شكرا لكم على المتابعة، دمتم في أمان الله.